إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، واقع الأمة مرير، وتعيش في فترة حرجة من تاريخها، وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا بقوله: تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، وهكذا تداعوا علينا على اختلافهم وتباينهم واختلاف أديانهم، واستباحوا حما هذه الأمة بعد أن نام حماتها، ومن رعى غنما في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد. وهكذا تعيش الأمة في كروب وفي قروح، وهو زمن استثنائي في ماضيها الشامخ العزيز وغدها المشرق بالنصر المبين. إن الواهن الحزين عليه أن يعلم أن ما عاشته الأمة في سابق عهدها وما ستعيشه في مستقبلها من العز والنصر هو أعظم قدراً وأطول زماناً مما يصيبها اليوم من الجهد والبلاء، ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. شاءها الله عز وجل امتحانات وابتلاءات لهذه الأمة بكفار صرحاء، وبمنافقين من داخلها، وبمشركين خرجوا عنها وارتدوا، ولحقت قبائل من هذه الأمة بالمشركين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فعبدوا القبور والأضرحة، وهكذا تدثروا وتغطوا بدثارات وشعارات يحسبها السامع إسلامية، وهي في الحقيقة خارج عن ملة الإسلام، وظهرت أحزاب تدعي أنها أحزاب إسلامية وأنها تناصر الله، وهم مشركون بالله خارجون عن شرع الله، قد عبدوا من دون الله عز وجل، قد عبدوا من الأولياء وغيرهم من تظاهروا بحبهم خداعاً لهذه الأمة، وظناً منهم بأن ما هم عليه الحق وإنهم إلا على الباطل ولكن لا يشعرون. فإذاً اخترقت هذه الأمة بأعداء صرحاء من اليهود والصليبيين، واخترقت هذه الأمة بمنافقين خرجوا عن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، واختاروا التظاهر بالإسلام للطعن فيه من الداخل، يتسمون بأسماء المسلمين. أخبر عنهم عليه الصلاة والسلام: أناس من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وكذلك اخترقت الأمة بطرق شركية وأحزاب جاهلية جعلت منها مرتعاً للبدعة والشرك والقبور والأضرحة والمزارات تعبد من دون الله عز وجل. وإن من نكد الدنيا أن تحدث هذه المعارك بين الأعداء الصرحاء وبين المشركين الذين يغلفون أنفسهم بهذه الغلافات التي يظنها بعض الناس إسلامية، إنما يحدث ذلك في هذه الحروب والصراعات على حساب المسلمين، على حساب الموحدين،
على حساب الأراضي التي فتحها الصحابة وأبناؤهم وأحفادهم رحمهم الله ورضي عنهم وأرضاهم. فلا تكاد تجد لأهل الإسلام والتوحيد راية واضحة، أو أنهم يديرون معركة لهم بوضوح، فاختلطت الأمور وصار الناس في أمر مريج. ولكن هذه الأمة مرحومة، والمصائب التي تتوالى عليها إنما هو رحمة من الله بها، والله تعالى يصطفي شهداء ويصطفي علماء ويصطفي بررة أتقياء يعبدونه في وقت الشدة ويعرفونه في وقت الاختلاط ويعبدونه في وقت المرج والهرج. وهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه حال المسلم عند اختلاط الأمور، وعندما تضطرب الفتن وتضطرم الحروب يتعلق قلب المسلم بالله، يحقق توحيد الله ويجدد الإيمان في نفسه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. والمسلم الذي ينظر بعين الشرع إلى الأحداث فإنه يعلم بأن كل ما يحدث بقضاء الله تعالى، فهذا يجدد الإيمان في قلبه بركن مهم من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقضاء والقدر. وهو الإيمان بالقضاء والقدر، قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. قال عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. والمسلم يرى حمما تصب على رؤوس إخوانه، فهو يعلم بأن ما أصابهم وما أصاب غيرهم ممن ليس على هذه الملة الحنيفية والتوحيد هو أيضا بأمر الله. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ويصيبنا ويصيب غيرنا عموما بقدر أيضا، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها.